المعري. هذا المعرض كيف ما كتشوفوا هو ينعقد في دورته العاشرة تحت عنوان المغرب الثقافات الإفريقي، والمعرض يحجه تقريبا وهو مدته لشهر تقريبا، ويحج حوالي 200 ألف زائر، وفي كتب في متناول الجميع، كتبدا من 5 دراهم إلى ما فوق. وننصح بالقراء وبالطلبة وبالجميع حجوا هذا المعرض لتشجيع القراءة والكتاب.